بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا جاهزين للبطولة وان شاء الله نشرف جمهورنا وشعبنا ونجيب البطولة، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجهاز الفني وان شاء الله جاهز. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمعسكر في لودر الاعدادي لبطولة غرب آسيا، حقيقة يعني الاجواء مناسبة جدا، يعني الملعب اعتقد احنا افتتحنا الملعب، الملعب ممتاز جدا يعني في اجراء التمارين. الظروف ما هي لنا، بالنسبه لنا كنا في البدايه حقيقه يعني كنا يعني متخوفين جدا من المعسكر في بدر، لان اول مره مثلا احنا نزور المنطقه هذه، لكن الحمد لله الناس ما قصروا معنا في كل شيء، الامكانيات موجوده وهي الاهم، الملعب، السكن، التغذيه كويسه، الوقت قصير. الآن بتبدأ المرحلة الحقيقية بعد اليوم، آخر يوم تقريبا بتبدأ المرحلة الحقيقية بعد إعلان القائمة التي ستستمر في المعسكر للمشاركة في البطولة. نتمنى من الله التوفيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن في معسكر لودر، والمعسكر ماشي بشكل كويس بجهود من الجهاز الفني والإداري واللاعبين، ونشكر مديرية لودر وابناء موديح على حسن استضافتهم، ان شاء الله نبيض وجوههم في الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الان في ملعب فحمان، الجهاز الفني يعني يقيم تمارين صباحيه ومسائيه. الان في هذه اللحظات في ملعب فحمان يقيم المرأة التمارين المسائيه، الكل هنا يبذل جهد كبير، الجهاز الفني والإداري، كذلك اللاعبين، يعني في تنافس غير عادي في هذه المرحلة، الكل يطمح إلى تجاوز مرحلة يعني التنافس أو التصفية، الكل يعني يبذل قصارى جهده يعني يظهر مواهبه حتى يتجاوز مرحلة التصفية. طبعا أتقدم بالشكر الجزيل لكل من دعم هذا المنتخب وسانده وساعده، كانت يعني جهات أمنية أو رياضية، نادي فحمان، نادي عرفان، شكرا لهم كثيرا، شكرا لأبناء لودر ومودية على دعمهم، شكرا لكل من ساهم وساعد سواء بال يعني بالكلمة. هذا مش شيء يا مصطفى.